go over there. Hold on. Hey, can y'all toss me over there? Can y'all toss me over there? Oh shit. I'm stuck. I'm motherfucking stuck. What's up, baby? Fuck it. Run it. Yo, no, yo, no, yo. يو سلام عليكم ناسي وحبيبي جمله بالحمله وينكم الاولاد جاوكم باهي مرحبا بكم في فيديو جديد معكم سكارك العاده فيديو اللي باش نحكيو فيه على رابير مختلف برشا على رابيرات الاخرين باش نعرفوا الاختلاف هذايا كيفاش وصل له لازمنا نعرفوا قصه تحياته وشنا هي الحاجات اللي عاشهم خاصه في صغره خاطر البيريود هذيك اهم بيريود تتكون فيها شخصيه الانسان قصتنا اليوم باش تكون على اكس 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 تنتاسيون اللي باش نسميوه اكس خاطر الاي كي اي نتاعو طويل الاولاد برشا معناها كان مش نعيط له باسمه كيكا طويل شي طويل الفيديو يصعب عليا الاولاد معناها فهمتوا بل ما ديو العاده الاولاد ما تنساوش ابوني للشي كان ماكش عامل ابوني لايك الفيديو كان عجبك حدا كان ما عجبكش اللي بعده يعجبك خاطر ينجم هذا ما يعجبكش واللي بعده يعجبك معناه ولا حتى مش من بعده نجم حتى بعد شهر شهرين بعد عام عامين هبط فيديو مش نورمال معناه يعجبك يعجب الناس الكل على الاخر وقت تقول علاش ما سيبورتيتوش من قبل فهم دونك سيبورتيني من توا انت وقت دس فاستك هذيك الفازه هي كيفاه ام نوت انتريستد يار وفولو على انستغرام الاولاد وكهو شاونا به يو ام مايكل ام اي اي فور دوينغ ا ريل لايف جي تي اي يو فانس وان بوت مي ان ا بن بات دي كانت جيف مي اي نو واي نو واي دونك كما قلت الولاد اللي ما باش نحكيه على اكس 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 تنتاسيون اللي اسمه في الدنيا جوزي ريكاردو تولد في فلوريدا بالضبط نهار 23 جانفي 1998 وكما اي ارتيست كسح على الاخر اكس تعب برشا في صغره وبدات مع دخول بوه للحبس وهو عمره 10 سنين الحاجه اللي خلت كاركتر اكس يتبدل ويولي هيش برشا وديما يعمل في المشاكل والعرك في المكتب اللي يقرا فيه مع جيرانهم وحتى في الدار كما نعرفوا الناس الكل كي يغيب البو يصعب دور لهم خاطر باش تتحمل المسؤوليه كامله واللي هي حاجه ما نجمتهاش ام اكس كي ما نجمتش تكونتروليه استعملت ميثود الضرب كان تضربه برشا بضرب خايب واللي هي اخي ميثود نجم تربي بها صغارك هي اصلا مش ميثود معناها الولاد هو ما لازمكش تضرب صغارك خاطر الضرب باش يعمل برشا عقد نفسيه ما تفيقش بهم وقتها تفيق بهم في وقت اخر وبالضبط هذاك اللي صار الاكس اكس ما نجمش يكمل يعيش مع امه ولا يعيش مع مامته وهذا كل صار له هو مازال صغير معناها الولاد وحتى كي مشى يعيش مع مامته ما نجمش يرجع عادي خاطر سيبوه معناها تركبك هيك وبقى ديما يعمل في المشاكل ويضرب العبيد في ضرب خايب ويخوف خاصة من طفل صغير إكس كان يعمل في المشاكل ضربته أمه بضرب خايب ولا يعمل في المشاكل ويضرب في ضرب خايب ريتو قدش يأثر الضرب الأولاد ذيك عليه تردوه من الإيكول يقرأ فيه مش كان الإيكول ذيك كهو خاطر كل إيكول يحب يدخله إكس يقرأ دوسيه ما يقبلوهوش وهكا يلقى روحه إكس من غير قراية من غير أمه من غير بو معناه ما فهمش شكون ينجم ينصحه ويوري الحاجة الصحيحة من الغلطة ومنه للشارع فين إكس طورت الحاجة الخايبة اللي فيه خاصة إنه في عمر خايب برش إكس ولا يعمل في برشا مشاكل ولا يسرق ويبركي في العبيد زاد يبيع في الدروك وساعة على ساعة يبيع شوية سلاح حاجات اللي خلوه يتشد أكثر من مرة ويعدي برشا وقت في الحبس في المشاكل هذوم الكل ومن اللي هو صغير من مشكلة بوه ومشاكل أمه تطريده من القراية مشاكل في الشارع ومشاكل في الحبس حاجة الوحيدة اللي كانت فرهده وتنسيه في اللي عايش فيه هي الموزيكا كان يسمع برشا موزيكا حتى 2013 العام اللي قرر فيه إنه هو يولي رابي ويعمل موزيكا متاعه خاطر كان يشوف اللي هي الحاجة الوحيدة اللي تنجم تفرهده ويسيب فيها الانرجي متاعه الكل خاصة إنه هي حاجة من الحاجات القليلة اللي كان يحبهم وفي نفس العام اللي قرر فيه انه يبدا سجل وهبط فيه اول تراك عنده على ساوند كلاود اللي هي بلاتفورم الاولاد نتاع موزيكا نتاع اوديو كهو كيما سبوتيفاي اما فري هبط اكس اول تيتر وكان تيتر عادي خاطر ما عندوش اكسبيريونس كبيره في الموزيكا وزاد الاولاد مش كيما تسمع كيما انت باش تمزك معناها تفرق والتيتر هذا ما عملوش فيوز وما سمعوهوش برشا عباد اما الحاجه هذه ما اثرتش عليه خاطر كيما قلت هو على باز الموزيكا كان يداوي بها في روحه وقعد يهبط في تيترويت من 2013 حتى 2015 العام اللي هبط فيه إكس تراك لوك أت مي واللي زاد كان وقتها تراك عادي وكما اللي قبلهم ما زادش الإكس حاجة جديدة وقعد زاد يهبط في الموسيقى كالعادة حتى نوصل 2017 النجم نقولوا عليه أحسن عام عاده إكس في حياته خاطر في 2017 العبيد اكتشفوا إكس واكتشفوه بالتراك اللي هبطوا في 2015 يوصل عمل 149 مليون فيو على الساوند واكثر من 200 مليون على اليوتيوب في بيريود قصيرة على الاخر حتى اكس بيدو ما كانش يتبع في الفيوز هذوما كيفاش وصلوا معناها للدرجة هذه في انترفيو من الانترفيوات اللي عملهم قال انه نهار قام الصباح يلقى برشا مساجات تخلي تشيكي في التراك يلقى عمل برشا ملايين كيف هم اكس واستوعب انه سي بون معناها فاليدي وصل للعبيد وموزيكته عجبتهم قرر انه يهبط البوم واللي كان اول البوم عنده هبطه في نفس العام معناها 2017 واللي
كان ثاني احسن قرار اخذه اكس بعد انه يبدا الموسيقى، خاطر الالبوم هذا في 2017 جاء ثاني في البيبورد، معناه ثاني احسن البوم في العالم عام 2017. يمكن اكس نجح في وقت قصير، اما ما كانتش بالساهل، خاطر عاش برشا حاجات في حياته، حتى وانه موهوب كانت نجم تبعده على الحاجات اللي وصل لهم. ولا اكس مثال به برشا لاي انسان عنده حلم يحب يوصل لها، من طفل صغير من غير ام وابو يعرف كان يعمل عارك والمشاكل، اللي عاديه في الحبس اكثر من اللي عاديه لبرا، الواحد من انجح الارتيستوات في العالم. اغاني اكس كانت مبنيه على احساس الحزين، غامق ودارك برشا، وهو بيدو قال حاول تركز على الفايب متاعي اكثر من البارول، الفايب اللي كان يحط فيه الحاجات الخايبه اللي عاشهم الكل. وكيوصل اكس للمرحله هذه اغاني تسمع بالملايين في العالم، صنع ببليك يحبوا برشا ويتبع فيه نهار وليل، برشا شهره مع برشا فلوس. خذ اكس قرار واحد اخر، وقرار اللي نجم يكون خير حتى من انه قرار الاولاني اللي بشاد به موسيقى، وقرار الثاني انه بشابط فيه البوم، وهو انه يتبدل ويولي انسان به، معناه ما عادش يضرب ويفك، ويولي يعاون ويعطي. واكس كان ديما عند كلمته، معناها الاولاد خاطر من وقتها ولا اكثريه وقته وفلوسه يحطهم في اعمال خيريه، كان يعاون في الصغار برشا، وديما يقول انه بعد ما يموت يحب العبيد تفكروا بالبيه اللي فيه مش الخايب اللي عمله هو صغير، ولا محل حاجات اللي عملهم هو صغير معناها مفعول به هي. كان الاولاد ما كانتش في عمر انه هو ينجم معناها يفرق بين صحيح والغلط وكل. وكان ديما يحل لايفوات على انستغرام الاولاد يحكي فيهم مع فاناته شكون ينجم يعاون وكيفاه يعاونهم، زاد كان ديما ينصح في العبيد ويحكي كان على الحاجات الباهيه، حتى نوصلوا لنهار 18 جوان 2018، نهار اللي حل فيه اكس لايف كالعادة. اما الحاجة اللي ما كانش يعرفها وما كانتش تعرفها العباد انه اللايف هذاك مش يكون اخر لايف يعملوا اكس في حياته، وكما قلت لايف هذاك كان لايف عادي خاصة من الاول، كي كان يحكي على الحاجات الباهية والمشاريع الخيرية اللي باش يعملهم جدد. حتى اللحظة يبدل فيها اكس الموضوع ويولي يحكي انه ماهوش خايف من الموت، وحتى كي غلط قبل حاول يصلح كي جاتو الفرصة، وقعد يطلب من العباد ان تتفكروا كان بالباهي، ما كانتش فاهمة اللي بعد ساعتين مش هبط اخبار موت اكس وانه وقتها كان يودع في الدنيا، الاخبار اللي صدم العالم الكل واللي أكثرية العبيد من الأول ما صدقوهوش، خاطر إكس مازال صغير في عمره ومازال في أول كاريره، وحتى المشاكل اللي كانوا عنده كانوا متاع صغر، وخاصة إنه البريود الأخرى تبدل ولا إنسان باهي، وأكثرية العبيد اللي كانوا دايرين بيه وقرابله كانوا عبيد باهين ويحبوه برشا، معناه ما كانتش فما حاجة توصل للموت بالفصان ذيك. في أول نهار من موت إكس هبط كان خبر اللي هو مات، لكيفاش لا وين ولا شكون قتله، ومن نهار الثاني بدأت تفهم الحكاية، خاصة إنه البلاصة اللي مات فيها كانت فيها برشا كاميراوات ونجموا يصوروا كل شيء. إكس نهار 18 جوان كي حل لايف كان ركب في كرهبة ومعاه عمه ماشيين للمجازان باش يشري موتور، وكي وصل ودخل حس انه فما شكون يتبع فيه ومركز معاه. وبعد ما خرج اكس من المجازان طلع في الكرهبة هو وعمه جاو ماشيين، تأكد الي الاحساس هذاك ما كانش غلط، خاطر في لحظة سكرت عليه كرهبة من قدام، هبطوا منها زوز من الناس وهزوا عليه سلاح. عم اكس حل الباب وهرب وخلى ولد خوه وحده. العبيد اللي هبطوا الاكس حبوا يفكوا له الساك نتاعو اللي كانوا متأكدين اللي فيها برشا فلوس، اما هو ما حبش يتوحد يا اخي، واحد منهم طير عليه وقتله. وبتبيع الولاد في امريكا خرجت ميت فيرسيون على شكون قتل تريبل اكس تنتاسيون، كل عاده فما اللي يقول الماسونيه قتلته خاطر ما حبش ينضم لهم، وفما اللي يقول دريك قتله خاطر كانت بيناتهم برشا مشاكل في الموسيقى، وبرشا فيرسيونات اخرين الولاد. اما بعد مده قصيره من موت اكس الاف بي اي نجموا يشدوا العبيد اللي قتلته، وكي حققوا معاهم قالوا انهم كانوا مستحقين فلوس، وكي شافوه هو غاديكا حبوا يبركيوه، ما كانش في البلان انهم يقتلوه، حبوا يخوفوها كهو ياخذوا الفلوس ويمشيوا على رواحهم. اما كي رفض اكس واحد منهم دخل بعضه وكرتش عليه، والحاجه البيزار في الحكايه كيفاش عرفوا هما اللي هو يدور برشا فلوس كاش حاتهم في الساك، زاد الحاجه اللي خلت القضيه لتو ما تتسكرش، وحتى للحظه هذه مازالوا يحققوا مع العبيد اللي قتلته، انه العمليه هذه كان فيها بلان، والسلاح اللي مات به اكس كان راكب فيه سيلونسيو، واللي هما حاجات ما يتعملوش في براكاج عادي، معناها الحكاية أكبر برشا من إنه يكون براكاج وراها برشا حاجات أخرين. في التقرير اللي هبطوه الطب قالوا فيه إنه إكس مات تقريبا بعد 10 دقايق من تضرب، وإنه كانت فما بوسيبيليتي كبيرة برشا إنه يمنع كان خلطوا عليه من الأول. الطب هذا مطلبهم واحد متعدي بحذا كرهبة إكس، فهم الإكس دايخ ولا مقتول في الكرهبة، يا أخي طلبهم وقالهم على بلاصة. أما عم إكس لايز يهرب وما رجعش يتفقد في ولد خوه، زاد ما طلبش الحاكم حكى له على اللي صار، كي ما طلبش أمبيلونس باش تجي وتمنعه، زاد ما طلبش أم إكس، ما طلبش اخت اكس، ما طلب حتى حد. وهكا الولاد نكون وصلنا لاخر قصه تريبل اكس تنتاسيون، حكيت لكم باختصار الولاد باش ما يجيش الفيديو طويل برشا، قصه مهمه برشا وبها كي نعرفوها خاطر تنجم تفيدنا في برشا حاجات، اهمها انه بلي يصير لك مشاكل وحاجات تعطلك نجم توصل لحلمتك وتحقق اي حاجه تحبها حتى في عمر صغير، زيد انك ترد بالك من اصحابك والعبيد اللي دايره بيك، واهم حاجه انه في وقت الشده برو باش تلقى كان روحك، معناها تلقى روحك وحدك. وتاول الولاد خلولي في كومنتات على شكون تحبوا نحكيوا فيديو جاي، شاري يكون عجبكم فيديو هذايا، ما تنساوش لايك الفيديو، شاري مع الولاد وخاصة مع البنات. Peace.